سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين شين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فسورة بمشاور سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذي حنان. حميم عين شين قاف أكجني دي سوحي إيش تشلويذ كزورا ربنا نتواغر فلا يسنى يضبر الأمور. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ذيل اسم الرشري اللان ذي جنوان غذير قعا أشحر علي القدريس أشحر مقهر ذي الشنيس. يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أقرب شر جنيه نوان النجسن ذي الحضرانسن الملائكة تسبحن أتشكرن بفنسن أسطرفن العفو يوذيلن ذي القاعة ربنا يعفو مطاش يرنان يشور ذي الحنان. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. إذا كندي يقمن إمعون مشيد نتسع أضربه ندي عسن حتى مشيد وخير نسن. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. أكدني قدن وحا القرآن سلوغة تعراف أكنس نظرض مكة منه مورانيس يكذوذ إيجدي زين أسنظرض سوسو نجموع والنور نشعين الشك يوث الترباث الجنث يوث الترباث لكفرنو أتمس. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أمر كن يضغي ربيه أثني يقم فيون الدين لكن يفغذي السفشم ذي الرحمة سيقذي يفغان ملوي ذاك إني كفران ورسعين حد ذي الولي ولوين أثني نصران. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أقمن الولى غريس أربي نتيذ الوالي نستدي يحيون الميتين نستكل شيء مزمراس. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. شرف ثم خلف وربي مرة يفرع نكيني ضربي ذبابيو فلسكان إتشاريا ورسكان الوغلا. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يخرقي جنوان ذي القعا يفكي وندم خنوي تذا كنره زوجم أكن لذي البهيم تيهوين أدخر دنفع أكن تفثيم جراوان أتزادم مرد سجارم ولي اللي ونه يشبان نتيس الذي توريد. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. في سورة من رك فوسيس إجنوان يكوذ القاعة إتوسيع وين يفغى الرزاق يحكم غفايض
نستيع على مش كل شيء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه.